هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم نتواصل مع هذه الانطلاقات، نتواصل مع هذه التحديات الصباحية التي هنا ايضا تحمل سن الفطامين والجيل الصاعد الى عالم الاصاله. شوطنا الرابع خصص للقعدان الفطامين المشتركات الكيلو والنص، هجني ابناء القبائل مباشره مع البدايه مع العيناوي ومحمد بن سالم ببط المزروعي ياتي على الصداره ويقدم العيناوي بينما اللي غير هذا شاهين عبد الله بن مبارك من شوط الخيلي ياتي مع شاهين في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث من الواصل من القادم في هذه اللحظه يتقدم هنا شاهين مطر بن عبد الله بن ياعد الحميري ياتي مع المركز الثالث، تابع بقيه الاسماء بقيه الشعارات الحاضره بالانطلاق الحاضره بالابداع الباحثه عن ناموس هذا الشوط، ولكن بن شوط ولكن بن شوط عبد الله بن مبارك بن شوط الاخيري بن شوط الاخيري ياتي في مقدمة الشوط ياتي في مقدمة الشوط على صدارة هذا الشوط مع انطلاقة شاهين. عبد الله بن مبارك بن شوط الاخيري ياتي على الصدارة ياتي على البداية من الشعارات القوية من الشعارات الذي دائما يحافظ على السلالات القوية على السلالات المحلية الغنية عن التعريف، تابع الأسماء القادمة السيل القارف من الشعارات الأخرى الحاضرة، ولكن بن شوط ولكن بن شوط راح بهذا الشوط راح بهذا الشوط الله يا بن شوط. عبد الله بن مبارك بن شوط الأخيلي ياتي على الصدارة، مشكور يا بن مبارك مشكور مشكور يا بن مبارك مشكور باسم الجمهور المحبين والمشجعين لهذا الشعار الذي دائما يعودهم من نواميس من كل حد من وصوب. عبد الله بن مبارك بن شوط الأخيلي تهانينا والناموس. المركز الثاني راهي سعيد بن مظفر العامري، ثالثا كان شاهين خالد بن حمد بن راشد النعيمي. هذه النتيجة دقيقتين 14 ثانية التوقيت المصاحب بانطلاقة شاهين. عبد الله بن مبارك بن شوط الأخيلي أشكرك يا مبارك وتسلم يمينك.